يا صباح الفل او مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني. استني يا زغلوله، بصوا بقى، النهارده انا قمت كده ايه، قلت بقى اتنشط، وانت اليومين اللي فاتوا ما نزلش فيديوهات، ما سالتوش عليا وزعلانه منكم، بس مش مشكله عادي عشان انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه. قلت بقى اغير في العفش بتاع البيت، يعني ايه الركنه دي حتتين لازقين في بعض، هشوف بقى هحطها هنا واشيل الكنبه واعمل شويه تغيير كده واخلي الشقه يبقى في تغيير وحلو وامسح واعطر الدنيا وبقى في مفاجاه في اخر الفيديو، مش هقول لكم بقى هي، راجعه فيه لحد الاخر. مش عارفه الروج ده مش برتقاني طالع في الكاميرا بتاعي ليه، التليفون فظيع. صحيح، ما تنسوش بقى اللايكات والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزه بقى القناه ترجع زي الاول تاني، اخواتي اللي في ظهري نشوف اللايكات. بصي يا هنوبة ايه، بصوا نقلت التلفزيون، بصوا بقى انا شلت ال التلفزيون، معلش بس الشمس معاكسة شوية في التصوير او مش عارفة هو مضلم ليه. هكنس كده، الاول بحب لما اجي الحاجة اروح كنسة مكانها واروح ايه واروح مسحة. وانا بصراحة قلت اغير، يعني التغيير حلو، التغيير ايه، التغيير مطلوب صح ولا لا؟ بصوا بقى جبت جردل حطيت فيه مية وحط شوية بيتون غطا كده، بحب امسح بيه لان بيعطر وبينضف الدنيا، وانتوا عارفين طبعا الواحد لازم ينظف عشان الدنيا تبقى ايه زي الفل. ما تنسوش بقى اللايكات اللي ما بتدوش تحطها لي، ها اللايكات، وفي نفس الوقت بيخلي ريحة الشقة بتبقى جميلة. مورايل بقى قاعدة جوه، أول ما تشوفني دلوقتي وتاخد بالها مني هتروح معيط. أول حاجة يعني مش مركزة أصلا معايا، في سمعانة هي عمالة تغني جوه. اللايكات بقى عشان خاطر ربنا، يعني اللايكات دي بترفع الفيديو، يعني فرحوني كده يا جماعه باللايك. يلا ربنا، يعني انا نفسي في فرحه كده، نفسي انزل الفيديو الاقي فيه مشاهدات عاليه، الاقي جايب لايكات، الاقي كده في تعليقات حلوه زيكم كده، يعني تقدروا التعب ده. بصوا بقى مفيش احلى من نور ربنا والشمس بقى والجو الجميل دوت. الجو النهارده حلو، دي بقى اللي انا عايزه. يا لهوي يما الصحة راحت، مش قادرة اشدها تقيلة. ولما تشوفوا بقى كمية اللعب اللي في الأرض، تحس بحركة كده في البيت، تحس ان في حاجة حلوة كده. ريحة المعطر الديكور، قولنا عشان مراته بتقول الساعة بتاعتي، فخليه جوه عشان الأرض مظلومة. بصوا بقى الأرض بقى واللعب، بصوا الكراكيب كده، ينفع الكراكيب بتاعت ابانوب دي. ما جربتهاش غير ساعة العيد لأني مش بقدر أغيرها الصراحة. بصوا
ترى لعبك يا بنوب لعبك زي ما هي لعبك بص في الحفظ والسور. وديني هو برضو ايه بمسح مكانها كده وهني للكنبة وخلي الدنيا ايه زي الفل. بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي، هجيب الكنبة دي هوديها هناك لاني عندي مراقيب بيروح وابنو بيروحوا يقعدوا عن قريبين من الكنبة دي، بخاف ال بخاف ال بتاع ده النيش الازاز بتاعه يقع على البيت لما بتروح تلعب هناك جنب الكنبه لما بنو بيقعد هناك، فانا مش هخليهم في حد يقعد يلعبوا جنبها. ايوه انتي طب سيبها، طيب خليكي عندك عندي. يا اصلا الكنبة دي كمان تقيلة قوي، القلم البرتقالي ممكن تروح جوه تكتب الراجل بتاعك. طب القلم البرتقالي انا هجيبه لك. يعني في الاخر تقول له ايه رايكم. بصوا بقى انا هنا بقى ايه يعني مسحت ورا الركنه والكنبه هنا والصاله والكنبه، همسح بقى ورا الكنبه اللي هي كانت عايزه اقول لكم طلعت كميه تراب ولعب وحاجات قد كده. بصوا يعني انت تقولي الحاجه نظيفه، لا انا مش وراها حاجه انا مش هعمل وتلاقي وراها بلاوي. والميه توسخت وتحسوا ان لا البيوت بجد بتستهلك بقى ايه حاجات كتير. اكيد ما كتبتش الواجب وعمال تفتح وتقفل في الباب. النهارده بقى يوم المدرسه، امبارح ما رحناش المدرسه ورحنا النهارده. بصوا ايه بتاع الموبايل كان هيقع، يا نهار ابيض. عايزه اقول لكم لما بنقل الكنب ده بجد والله العظيم بتعب لاني تقيل جدا، بس عايزاكم تقولوا لي بقى رايكم ايه، يعني تقولي كده وتقولي لي. ها عايزه احس ان في ناس شايفاني. وفي نفس الوقت مسحت وريحه الارض بقت حلوه، لان الارض انتوا عارفين طبعا لما بتتمسح بتبقى ريحتها جميله، وبالذات لما بمسح بالمطهر ده بتخلي ريحه الشقه حلوه قوي. انا دي كنت جايباها من الصيدليه صراحه عجبت معايا كتير قوي. قعدوا يقولوا لنا مش عارفه ايه الحاجات دي، المهم ايه جبتها بس قعدت معايا كتير وموفره غير الازازه الصغيره. عجبكم ولا ايه الدنيا؟ بصوا حلو صح؟ تغيير، حسيت ان انا شقتي هيبقى شكلها حلو. عايزه اقول لكم انا لما يبقى معايا فلوس ربنا يكرمني هظبط الدنيا خالص، عشان انا بصوا في حاجات هنا متعقده منها. يعني نفسي اعمل بلتكنات، نفسي اغير السجاد دوت، في سجاد طالع جديد عاجبني قوي عايزه اعمل لها كيس، وعايزه اعمل حاجات كتير قوي. اعملوا بقى لايكات عشان تساعدوني اعمل كل اللي انا عايزاه.
بصوا بقى دي فتح بقى ايه، لفتها جامد. ادي الدنيا بصوا جميله ازاي، والفجأة بقى اللي هتشوفوها بقى وهتعجبكم مش هتعرفوا اسمها مش هتعرفوا. ايه رايكم كده بقى، حلو ولا ايه الدنيا؟ يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايكات والاشتراك، الفيديو لسه ما خلص. بصوا بقى خلصت، ايه رايكم؟ بصوا حسيت ان الشقه بقت واسعه بعد ما نقلت الركنه والكنبه. تعالوا بقى نروح المطبخ اوريكم بقى انا عامله ايه. انا كنت مخلله يعني بساريه، بس بصراحه يعني النهارده هفتح عليها، عايزه اشوف بقى يبقى طعمها حلو ولا لا وباظت ولا لا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، متنسوش اللايكات. وبجد عايزه اقول لكم نفسي تحطوا لايكات عشان تشجعوني زي الاول، يعني بجد كل ما ابص لاخر فيديو انا بتضايق او بقول الناس الحلوه راحت فين. معقوله كرهتوني؟ معقوله؟ شايفين كده؟ تعالوا بقى عشان كمان بقى ايه ما فطرتش، والساعه دلوقتي 4 الا، عايزه اقول لكم جوعت قوي. بصوا بقى اول حاجه امبارح عملت بقى الكيكه الجميله دي. ابانو سيفا شايفين الكيكه الحلوه دي؟ عايزه الكرتون يا ماما. لسه عاملاها امبارح بالليل قبل ما انام عشان ابانو قال لي انا نفسي في كيكه، عملتها له في نفس الوقت عشان ايه. بصوا طالعه جميله ازاي، جميلة، عشان بوديله منها ورايح المدرسة في اللانش بوكس. بصوا بقى دي البشارية اللي انا بقولكوا عليها جبتها، و شوفوا ورايح واجيلكم. بصوا بقى فتحتها ليها اهي، عايزه اقول لكم ولا ليها ريحه متانه ولا الكلام ده خالص. في ناس بتخلي الحاجات دي وتبقى ريحتها استغفر الله العظيم يا رب تحس ان هي منتنه. انا عشان ما احطش ايدي من جوه وتتملي ميه. بصوا بصوا بقى الجمال، هوريها لكم في الاخر. شايفين من جوه عامله ازاي؟ بصوا بقى يعني حاجه كده ايه جميله، انتوا اصلا مش شايفينها كويس. بصوا ايه رايكم بقى، يعني بصوا كمان الواحده قد ايه، يعني عايزه اقول لكم جميله جدا. اروح بقى ايه اكل عشان بصوا نفسي محتاجه ملوحه. بصوا بقى اللايكات، باي باي. مش عايز